نظمت مؤسسة حياة كريمة 3 احتفاليات في محافظات البحيرة الشرقية وسوهاج، وذلك لتسليم 225 مشروع تمكين اقتصادي وأكشاك، فضلا عن توزيع مساعدات غذائية على الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية. ويأتي ذلك في إطار انطلاق المؤسسة في ملف التمكين الاقتصادي، والذي يأتي كأول خطوة في إطلاق مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 600,000 باب رزق لتوفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديا والمستحقة للدعم، مع إعطاء الأولوية للمرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم.